السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أختكم أم سيف الدين. في البداية نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد يا حبيبي يا رسول الله، كما نصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. في البداية الفيديو تاع اليوم هو فيديو والله العظيم درس فيديو قصير وكل شيء، ولكن كون نديروا 1000 فيديو ما يكفيش، اللي هو أخذ العبرة من الأحداث اللي صارت في تركيا وسوريا بإذن الله وبقضاء الله وقدره بمشيئة الله سبحانه وتعالى، اللي هو الزلزال اللي حدث لإخوتنا في تركيا وسوريا. ندعو الله أنه يرحم يعني كل الضحايا والموتى، وربي يشفي إن شاء الله المصابين، وربي ينوب إن شاء الله ويلقوا أكثر عدد ممكن من الأنقاض اللي مازالوا تحت الأنقاض حيين إن شاء الله، وما نفقدوش الأمل مع انه الوقت يعني راهو كذا فات. المهم انه حبيت نذكر بانه المشاهد اللي شفناها والله العظيم ما هيش حاجه سهله، خلاص ماشي حاجه انه حتفوت، او ماشي زلزال بسيط، ماشي ضحايا يعني اعداد بسيطه، راهي اعداد يعني لا تعد ولا تحصى، واللي تحت الانقاض راهي بالملايين، ممكن 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 بالملايين. وكامل شفنا كامل شفنا انه الضحايا، وشفنا الحالات والمعجزات اللي فاتت علينا في هذه الايام، كامل تقولي يعني صباح الليل نهار غير نتفرج، يعني حتى كما نقولوا احنا قلوبنا نفخت، قلوبنا طابت، بكينا حتى يعني الدمعه جفت. هذا كامل يخلينا تقولينا في يعني في منتصف الليل هكاك في الليل غير طار عليا النوم، صدقوني طار عليا النوم، وهو المصحف يعني حاكمته يشهد عليا يعني كلامي، طار عليا النوم وبديت نفكر في روحي، يعني بديت نفكر في علاقتي بربي سبحانه، نفكر في اي شيء، يعني في التقصير نتاعي ولا في الخير نتاعي ولا في الشر نتاعي، في السيئات نتاعي، في الحسنات نتاعي، في 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 المستقبل نتاعي، كيفاش يعني ديما حنون ونقولوا ان شاء الله يعني ربي حسن خاتمه، ان شاء الله ربي يعطينا حاجه مليحه، ان شاء الله نديروا هذيك الحاجه، بصح نبقاو ناجلوا فيها. اكيد انه اللي يسمعوا فيا كامل نساء ورجال وكامل كبار وصغار، الا وعندنا يعني كما احنا حوايج في 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 نفسنا، يعني معاهدين نفسنا انه نديروها كانه حاسبين الموت هذا راهو بعيد، كانه حاسبين واحنا يعني انا مازلت في الثلاثينات وراني صغيره وكذا، يعني راني مازال الموت بعيد علي. هذه الفكره اللي حبيت نتكلم عليها، وهذه الحاجه اللي حبيت نتكلم عليها وننبهكم ليها، انه الموت ما عندوش سبب، وكي تجي الموت راهي اكيد حتجي يعني على غفله، ما كانش واحد حينتظر الموت تاعو، سواء كان يعني رجل ولا امراه ولا كبير ولا صغير ولا كذا، الا وانه مستبعد فكره الموت، مع انه كلنا نعرفوا الموت، كلنا نعرفوا انه الموت حق ونعرفوا الاشياء هذه، الا انه الموت نتاعنا احنا كبشر يعني نخافوا الموت او ما نشتوش الموت ونحبوا الحياه ونشتوا. ربي سبحانه يقول كما كانه تحبوا الحياه وتمسكوا بالحياه، وما انه عارفين ونشوفوا اهلنا ونشوفوا ذوينا ونشوفوا الناس كل راهم يموتوا، بصح دائما حتى كون تجي فكره في بالك تاع الموت الا وتبعدها عن ذهنك وتشغل نفسك باشياء اخرى ماهيش الموت. ولكن الان الفيديو تاع اليوم الرساله تاعي حبيتكم يعني انه كما نقولوا احنا نديروا نقطه تاع وقوف، نحطوا نقاط على الحروف، ونراجعوا انفسنا، ونراجعوا حساباتنا، ونراجعوا علاقتنا بربي سبحانه، ونشوفوا تقصيرنا وراه، ونروحوا نستدر كل الامور قبل. ممكن هذا الزلزال راهو درس لينا احنا اللي مازلنا احياء، ممكن اليوم راني حيه ولا الساعه هذه حيه، بعد ساعه اخرى ما نكونش حيه، او الغد ما نكونش حيه، الله اعلم، لانه الاعمار بيد الله. ملك الواحد يحاسب نفسه، شتو يعني هذاك لي طفله لي الان غير كنت نشوف فيها الان بعد 6 ايام وخرجت حيه، سبحان الله. شفت هذوك الاطفال هذوك تاع الانقاذ كيف في تركيا ولا في سوريا، كيفاه يعني شوفوا سبحان الله، منزل تهدم طاح خلاص، يعني ولا في الارض طوابق هذيك كل تحت على بعضها، كيفاش انه يحفروا يخرجوا بيبي صغير تحته انقاض، يعني ركام حجر وفوقه حجر ومنه حجر ومردوم، كاينش الاكسجين
الله اعلم كيف كان يتنفس. ماشي هذوك يلقاوهم انه كاين واحد البيض هكا فوقهم شويه ويتحركوا، ممكن الاكسجين مازال كاين. لا لا، هذا مردوم مردوم مردوم، شفتو بعيني مردوم مردوم، حتى كيخرجوه كيما قعدوا يمسحوا فيه يمسحوا فيه يمسحوا فيه، سكت 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 سكت، ومن بعد عاد يعيط يعيط يعيط، يبكي يبكي يبكي، كانه رجع له التنفس، كانه تم حيا ربي سبحانه. هذه مش رسائل، حتى هما ظنوه انه كان متصلب هكا مجمد، ظنوه انه ميت، ما خرجوا الاب وخرجوا الام وخرجوا خوه، وحتى هو جبدوه يحسبوه يعني ميت. فجاه انه قالوا فيه الروح، او فيه الروح، طفل صغير ممكن عنده رضيع يعني صغير، خلاص سبحان الله سبحان الله. وهذيك الطفله اللي كانت تحمي الاخ نتاعها يعني ايدها، يعني تصوروا نتوما مع قداه اليوم وهي ايدها ومرقده اخوها، والاخرى تحمي في اخوها في راسه، وهي الراس نتاعها يعني سبحان الله فوق حجره يعني صخره كبيره. عائله كامله كانت محتضنه تحت واحد الصخره، جات صخره كيماك وحماتهم حماتهم، ما طاحتش خلاص، يعني كانت واحد الحاجه تاع السيلان وسلاول وهذيك كل شيء تاع الضاله هذيك، وجات فوقهم وهم كل قعدوا تحت، وام والاب محتضنين الاطفال تاعهم ممكن مده يومين ثلاث ايام باش قدروا يخرجوهم. يعني شكون اللي امر هذيك الحجره وهذيك الصخره هذيك انه 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 تحميهم؟ شكون اللي خلى الطفل هذاك يعاود يحيا من داره جديد؟ شكون اللي الهم الطفله هذيك انه تحمي خوها؟ وشكون وشكون وشكون؟ يعني رسائل سبحان الله، اللي هو يحيي يخرج الميت، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. والطفله الصغيره اللي سموها ايه، اطلقوا عليها اسم ايه، والله يا ريت كانت هنا قريبه وكنت نقدر نتبنى، يعني نتكفل بها، مش نتبنى نتكفل بها، اني تكفلت بها، انا عندي غير طفل واحد يعني، والحي يتكفل بها في ميزان حسناته ربي، يعني كافل اليتيم، انا عارفين يعني الجزاء نتاعو والثواب نتاعو. يا ربي اللي مت امها ووضعتها ومت، وبعد ما على باليش يوم ولا ساعات طويله، وهي كانت تتغذى وبقات تتغذى بالحبل السري هذا، سبحان الله، وجاو يبحثوا يعني الا ويلقاو الطفله هذيك ويقطعوا الحبل السري ويهدوها وكل شيء، مع انه فيها رذوذ وفيها ضربات صحيه. هذه كل دروس انه ربي سبحانه يقولنا انه ولا قصور ولا منازل ولا عمارات قادت تحمينا، ولو كنتم في بروج مشيدة لأدركتكم الموت او ادركتكم الموت. يعني هذه رسالة ربي سبحانه انه لا فقير ولا غني ولا كذا، الموت كيجي ما تعرف لا فقير لا غني، ما تعرف لا كبير لا صغير. فقط رسالتي اليوم انه نرجع لربي سبحانه، نرجع الكتاب ربي سبحانه، نرجع لديننا، نرجع القرآن، نرجع للصلاة، نرجع للصوم، نرجع للأخلاق، نرجعوا خلاص، بركاو من الفتنة، بركاو من النميمة، بركاونا من الغيبة، نبركا أنا وانتوما، مش غير نهضر عليكم انتوما ولا فئة ولا نهضر على الناس كل، بركاو من محاسبة الناس، كل خلي عنده ربي سبحانه، ربي لي حاسب، احنا ما نحاسبوش، احنا نبتعدوا بس ما نحاسبوش. إياكم وقطع صلة الرحيم، يعني إياكم الكبائر هذه، اللي عنده غلطات، ومستحيل واحد ما عندوش غلطات يستدركها، ويحاول أنه يصلي ويرجع ربي سبحانه ويحاسب روحه يعني، ويتعهد قدام ربي سبحانه أنه ما نعاودوش أخطائنا. وهذه فرصة لنا باش نتوبوا قبل ما تجي اللحظة اللي ما عادش تنفع فيها التوبة. يعني ما هوش فيديو مأساوي ولا كان فيديو ولا غير فيه أمل وفيه نصيحة ليا وليكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.